في حتى المعقول الاخلاقي هذا هو كنسميو حنا المعقول انا كنقول انا واحد معقول يعني نيشان ما فيش زيكزاك فانا كنوصيكم غرس غرس كنوصيكم ما تشبتوا في حياتكم غادي نختم بهذه الوصيه في حياتكم بهذا المعقول وهذا أغرس 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 هو الطريق ولكن إذا كررناها جوج مرات أغرس أغرس يعني شات الطريق مزيان هذا هو المعنى ديالها فإن شاء الله نوصيكم هذا الشيء في حياتكم واخا أنتم تخرجتوا وليتوا اسمه ولكن إذا تشبتوا بهذا الشيء غادي ينفعكم في حياتكم لا الأسرية لا المهنية لا العلاقات في المجتمع الاجتماعية غادي ما تخافوا والو ولكن الواحد اللي كيشكوا فيه الناس واش كيغشهم ولا كيمشي معاهم بطرق ملتويه كيبقى ديما الناس حاضرين معاه خلي تكون عندك واحد الصبغه اللي كيثيقوا فيك الناس وكيطمئنوا لي كيتعاملوا معاك كلهم امان هذه هي جزء الوطنيه كل واحد يخدم ديال بلاده بالنيه الله يوفقكم جميعا بالتوفيق وشكرا جزيلا.